جاوب تربح برعاية آكل. آكل الموعد عند كل غسيل. ميرسي لوناس ميرسي تلخاء لكم مشاهدينا لوناس باسكو راهو دركا بداو لي جونتي معايا ميرسي. مرحبا بكم في حسكم جاوب تربح. رانا اليوم في المحله التجاريه اغديس. عاودنا ولينا هذا بطلب منكم باش نطرحوا لكم اسئله. كي تجاوبونا الاجوبه الصحيحه تربحوا معنا 500,000. اللهم زدني علما ونزيدوا علم لروحنا وليكم ان شاء الله. تبعوني. السلام عليكم. سمحوا لنا نديرونجيكم برك شويه. مرحبا بك. ربي يعيشك. راكم انا في حسن جواب تربح. ربي يعيشك. سؤالنا يقول كاين سوره في كل اياتها كاين لفظ الله، وشنو هي هذه السوره؟ سوره؟ في كامل الايات ديالها كاين لفظ الله. كاين كلمة اسم الله سبحانه وتعالى. كيقول هنا الله. لا لا. كاع الآيات. كاع الآيات. في كل آية تلقى في وسطها هذه الكلمة. الحجرة هو. الحجرة هو هكا ولا نسي نهضر بالعقل وتلفتها له. في كل سورة قرعية. في كل آية. في كل آية. سورة طويلة. أنتم الأولين اللي سقسيتكم تسمى ما نقدر نساعدكم في حتى حاجة. الله لا اله الا هو الحي القيوم. هذيك ايه. ايه في سوره البقره. طلعتني. السلام عليكم. السلام ورحمه. واش راك خويا؟ لاباس. الحمد لله. راك معنا في حسن جواب تربح. سؤالنا كاين سؤال طرحناه من شويه، هو كاين سوره في كل ايتها كاين كلمه الله. شكون هي؟ سورة ولا قداش من سورة؟ سورة واحدة في كل آياتها. آية الكرسي. لا لا يعطيك الصحة. يعطيك الصحة. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. واش راك خويا؟ الله طريب يا ربي. الحمد لله. صافي بليزير كنت نسقسي واحد نقول له واش راك يقول لي تخي بيان. صافي الحمد لله. بيان ان شاء الله تقعد دائما هكا. اللهم امين ان شاء الله. يعيشك. سؤالنا يقول كاين سورة في كل آياتها كاين لفظ اسم الله، كلمة الله. كاين كاع الآيات تلقى كلمة الله. وشنو هي هذه السورة؟ سورة واحدة فيها كاع ماشي كامل، ماشي زعما تلقى في كل آية تلقى كلمة الله. مون افي سورة المجادلة. مبروك عليك. الله يسلمك. الله يسلمك. هكا ربحت معنا 500,000. صافي بليزير جون كيما انت ويعرف سورة كيما هذه. انا ما كنتش نعرفها نقول الصراحة. هكا ربحت معنا 500,000 مهدة من طرف اكل. الله يسلمك. تفضل معنا برك لوستون تاعك باش نمدو لك البونداشا تاعك. تفضل. مبروك عليك. الله يسلمك الاخ. ربي يطول عمرك. يتفضل ممثل شركه اكل. السلام عليكم. الله يبارك فيك. الوغ ربحت بون داشا من طرف اكل في 500,000 تشري به كاع واش حبيت هنا في المحله التجاريه اغديس. هذا البون داشا فالابل دو موا. خمم بعقلك واش حبيت تشري به ولا روح شري على حسابي من يوم ورا. ايه بصح لا نهار تشريه تكملوا فيه نهار، ما تقدرش زعما كل نهار تشري شويه. اوكي ماشي ماشي. داكوغ الحساب يبدا من درك، تسمى دوكا كين كوبي تقدر تروح تبدا فيها. ان شاء الله. ربي يعاونكم وبون كوتي. ربي يعيشك. يعطيك الصحة خويا. مشاهدينا هذا كان الفائز الأول في حصتنا. اسمعوني باش نشوفوا سؤال ثاني والفائز الثاني. سؤال ثاني هو أين ولد سيدنا إبراهيم عليه السلام؟ تابعوني.
السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. شراكم؟ لا بس الحمد لله. الحمد لله ما دام كم لحد منيها تشرف يشوفونا. أكم أنا في حسن جواب تربح. الله يبارك. وسؤالنا يقول أين ولد سيدنا إبراهيم عليه السلام؟ سيدنا إبراهيم ربي يعلمه. كما خافش نكذب ولد في مكة المكرمة. مادام قولي اختيار ثاني باسكو كل واحد فيكم عنده لو دووا يجاوب مره واحده. بيبي انت كبرت بصح انا كاع صغار نقول لهم بيبي غير عايش. ما مولد لنا زكريا تدا عنده طفل الله يبارك عايش زيدي مادام يا قبل ما يقولنا صالح خلاص الشام لا الشام يعني دمشق يعني سوريا سوريا بلاد الشام بصح لازم تقولي بلاد الشام تحكم لبنان تحكم سوريا تحكم لبنان سوريا فلسطين العراق تحكم كاع لا يعطيك الصحة ربي يعيشك خويا بالسلامة راك معنا في حس جاوب تربح وسؤالنا يقول أين ولد سيدنا إبراهيم عليه السلام؟ الله أعلم الله أعلم في فلسطين يعطيك الصحة ربي يعيشك خويا وبلا ما ربحت واحد ندي أنا البوندا شنشري مونتو تقعد خدام السلام عليكم السلام عليكم واش راكي مدام لاباس الحمد لله راكي معنا في حس جاوب تربح الله يبارك ان شاء الله تجاوبينا وتربحي معنا واسم هذه المينوشة يارا الباتول يارا الباتولي راكي بيان شحال في عمرها؟ عندها 18 موا ربي يعيشها لك ربي يسلمك دوري معنا برك شوفوا فيهم في زوج هادو باش ما يزعفوش علينا صالح والناس سؤالنا يقول أين ولد سيدنا إبراهيم عليه السلام؟ سيدنا إبراهيم سواء عندي احتمالين لبنان ماشي لبنان ولا العراق في العراق مبروك عليك بصح باش نفهم برك واحد قبلك قال لي وليده في الشام عندها قال لك فيها سوريا تبع العراق شويه فلسطين شويه ما نقدرش نعرف راه الجواب صحيح باسكو لازم البلاد اكزاكت بلاد الشام فيها شحال من بلاد دونك كيف لي مدي على العراق العراق مبروك عليك يبارك فيك اكيد معنا 500 ألف مو داك من طرف اجل باش تشري الباتون كامل واش حبيت داكوغ جوزي معنا باش تدي البونداشا مبروك عليك مدام يبارك فيك الله يعيشك باتول هي عند باباها هي عند باباها خلاص باش ما تهبلناش الباتول باسكو صغيره يتفضل ممثل شركه اكل عمر انا ويضحك سمح سمح الوغ تفضلي هذا البونداشا مهدى من طرف اكل تعرفي اكل بيان سور شغل ونسى كاع يعرفوا اكل تتفاصح حنا لي فام دو ميناج في ديارنا سي نورمال نخدموا شغل ونطيبوا سي نورمال ما عادش يعرف الاكل هو المواعيد اللي عندها في لي راسي اي داك كله يكونوا في كوزينه يكونوا معنا يتما كلانش افون تفكرك ايوا نسونا بصحتك ان شاء الله تصحي الصحه ولا ميرسي بوكو يعيشك يعطيك الصحه خويا يعيشك ربي يعيشك اختي مشاهدينا هذه كانت اخر فائزه في حصه اليوم اسنوني في العدد الجاي ان شاء الله اون اتوندون تقدروا تعاودوا تشوفوا حصتنا ولا تشوفونا حنايا في صفحتنا تاع الفيسبوك جاوب تربح ولا على اليوتيوب جاوب تربح او على خير جاوب تربح برعاية آكل آكل الموعد عند كل غسيل.